السلام عليكم، انا بهيجه من تطوان. كنت كنقرا، حنا تسعود بينات الخوت، كنت كنقرا وبزاف بينا كنا عايشين في بيت واحد. وملي خرجت هيدا خرجوني من الثاني، كنت كنقرا في الثاني، كنت طالعه من الثالث وخرجوني، وبديت كنخدم هيدا في الديور. كيتكرفسوا عليا، كانوا كنت كنغسل قشوع ونصبن وانا صغيره، ماشي ديك الشغل هذا ياك. صافي هيداك بقيت هداك استمرت الحياه، استعملت 13 عام. من 13 عام ونص ماما جوجتني لعائله خالتي، قلت لها لا ماما ما خصنيش، قالت لي لا جوج به. وملي كنا ماشيين عند العدول قلت لهم عندك يضربني، عندك يضربني، وبقيت كنبكي قلت لهم عندك يضربني، قالت لي لا لا العدول ما كيضربش ما تخافش، حيت ما كنتش ناضجه الجواج بحال دابا، يعني ما كنتش كنعرف والو. ايوا عاود ملي جوجت سكنت فاس مع خالتي، خالتي كضربني والشيخ كان كيضربني، المهم واحد العيش بحال مش ما نقول لك العذاب. وصافي يا ديك عام اللي طلقت منه، جوز واحد المده وطلقت منه. صافي عاودت هيدايا خالتي بدات كد تسحر لي حيتاش ما بغاتش علاش طلقت لابنا. من تما انا كنعاني 17 عام من المعاناه، يعني في منزلت يدي ما كنربحش، في منزلت يدي كنبغي نخدم كنبغي نخرج، رجلي كيبقاو يحرقوني، كنحلم بالليل الراجل كيجيفني، كنوض نبكي في النص ديال الليل، ما خليت فيه مشيت ما خليت فيه داوني والو. هيداك باقا هيداك، واخا جوج تعاود ولدت جوج الاولاد بالعمليه، والعائل خلق لي مريض بالقلب والضيقه، او كيجي عاود سكران كيبقى يضربني يتكرفس عليا. صافي عاود 6 سنين ونص جوزت مع 6 سنين ونص، صافي عاود طلقنا عاود بالكشايف، عاود شحال ديال المشاكل، عام ديال المحاكم وجري، وكل نهار يهددني بالمواس كيقول لي الا ما رجعتيش غنضربك غنقتلك غنتعرض لك في الزنقه غنملك غنصنع لك. وانا ما عنديش اخوتي الرجال اللي يدافعوا عليا ولا شي حد يدافع عليا، بوحديتي كنت كنكافح بوحديتي. عندي واحد الضربه في وجهي هنايا عليها انا غطيت وجهي، كما قلت لك كنت كنحلم الراجل بالليل كحل كيجيفني، كنوض بالليل كنبقى نغوت كنبكي، ما كنخرجش نهائيا، واخا كيجيو الناس مورايا كيقولوا لي يلا تخرج يلا تبدل الجو، ما كنقدرش ما كنخرجش ما كنقدرش. مره كنت محبسه في الدار ما نقدرش نخرج، ولا كنتحرك غير شويه كنعيا، كتجيني الضيقه الصخفه، رجلي كيبقاو يحرقوني، الشعر كيطيح لي من راسي، واحد المعاناه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كريدي في الحانوت جوج العيال، كنت بوحدي ما يقاليش ديك كريدي هدايا، كل ما ودوا قوارو عليا كريدي من الحانوت كيسني 130 الف فرانك، ما عندي شي باش نخلصهم، كنتمنى نجبر شي خدمه عايده نتعاون بها صافي هادشي اللي كاين. ماشي كنطلب شي محسن يعاونني ولا شي مؤمن يعاونني ما نبقاش هدايا، حيتاش كما قلت لك ما كنقدرش، واخا كنبغي نخدم كتجيني ديك السخفه، حيت ما انا قلت لك عندي انيجاتيف كنطونسو دائما عندي طياح، ما كنقدر واخا كنقول انا غنخدم ونعمل نعمل، ملي كنقرب من ديك الحاجه ما كنقدرش نهائيا، كتجيني السخفه والدوخه قسما بالله. كما قلت لك كنحلم الراجل بلي كيجيفني و كنوض بلي كنبقى نبكي بزاف الحاجات بزاف، ما كنقدرش نبقى نخلف، رجلي كيبقاو يحرقوني، الركبه ديالي كيبقاو يحرقوني، لا لا ما عرفكو ماتت ما نعرف والو حتى حاجه، الله ياخذ فيها الحق وصافي. والله انتقمت مني زعما بصح قسما بالله، اي أيوة والله اللي كنمشي عنده مثلا كنجري على راسي، الناس كيوقفوا معايا باش زعما يتحيد مني ديك الشيء هذا، ياك شكون خالتك عملت لك، خالتك هيدا كيقولوا لي خالتك عملت لك، خالتك عملت لك، خالتك عملت لك، كيقولوا لي ما فكتك شي خالتك ما كاينش اللي فكك. صافي هيدا وقيت عييت زعما خسرت فلوس على راسي الصراحه د الله، ما دابا ما من ديك الساعه دابا صافي العائله ديالي مش يقولوا حتى واحد، حتى خوتي كرهوني بقاو حتى هذا السحور هذا قسما بالله، خوتي ما كيتصلوا لا بيا ما كيهضروا معايا حتى واحد، حتى واحد بحالي ما عندي حد، بحالي مقطوعه من الشجره قسما بالله. صار فيا جاني اكتئاب الحد،
درجة كيقول لي عاقلي نسمح بديك العيال ولا نقتلهم ولا واحد زعما الصراحة الله واحد الحالة لا يرثى لها. مني ما كنت كنعرف حتى شي حاجة بزاف مني جوجوني ما نسمح لهمش لا دنيا لا آخرة.